Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie, en direct de Columbus, Ohio, avec les manifestations du 10 et 17 mars pour soutenir nos frères et nos sœurs en Algérie contre ce système mafieux. Alors, je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. On a marre de ce système, de ce régime. On veut une nouvelle Algérie démocratique et vraiment moderne. Voilà. وحنا صغار نسيت نعرفوا وسيف مالك عند السياسه ورا رايح السياسه تحيه الجزائر هذه المدام قدنا نديروا الجزائر ريبوبليك المشكل عندنا ما درناش ريبوبليك حنا ما كاش منظومه حكم 62 كان مافيا حنا هما اللي دركوا عم يلقحونا في الدستور الدستور هذا هما اللي عفسوا عليه المادة 28 يقول لك عندنا بوتفليقة هو اللي يجيب الدوسي تاعو ويحطو في القوس الكونستيتيسيونال كادر هاو ما جاش كادر بوتربال اللي بوتربال اللي صرح قال لك عندنا لازم يجي هاو ما جاش لا لي حكم العصابات معليش هما اللي داروا هذا الدستور وحبسوا عليه يونس اش تقول لهم سي كرهنا الشعب واش بغى الشعب واش بغى تغيير النظام الشعب واش بغى تغيير النظام الشعب واش بغى تغيير النظام بوتفليقه ديكاش جمهورية ماشي مملكة جمهورية ماشي مملكة جمهورية ماشي مملكة جمهورية ماشي مملكة Dégage, amène tiens, amène le système dégage. Tout le monde. Il est en train de changer tout un système. كاينه حاجه كاينه حاجه خلينا في الجزائر باش السلميه تقدم السلميه هذا واش رانا حابين نروح انت روح انت النقطه الثانيه ما يبدلوكمش المغرب الشربه كلها مالحه مالحه باش ينحلكم بوتفليقه ويجيب لكم واحد اخر السيستم هذا كاملكم بوتفليقه عنده 7 سنين ما وصلش قديمي ولا واحد اخر لان كاين شخصيات وطنيه مشهود لهم بالنضال تاعهم هذوك هما اللي مثل الشعب ما يبدلوناش السيستم تاعهم راح نمر في كاع منظومه الحق لان الجزائر تسير يا اسامه قدام الجزائر لا تسير على اساس دوله ديكرابيه تحترم فيها الجزائر لا تسير بطريقه تحترم فيها اداره الشعب الجزائر تسير بطريقه حسابات حسابات مد رزق تاع البلاد الناس باش يخلوهم يحكموا حنا هاد الناس ما ناش الانتخابات الحكومة تشرفوا عليها الانتخابات هذه مصلحة تكون مصورة ما راناش معترفين بها نحوسوا استقلالية القضاء ما راناش حابين القضاء يبقى منظومة تابعة لوزارة ولا تحت حكم لا حابين القضاء هو يكون السلطة العليا في الشلال هذا علاش حنا رانا وخلنا هذا رانا النهضة باش نلعبوا باش نلعبوا بوتفليقة ونجيبوا علاش ان شاء الله منظومة الحق ونبدلوا العقلية تاع الناس لازم تكون سلمية العقلية اللي تبدل ماشي يوسف حبيبي عابد بدل العقلية تاع الحكم هذا واش رانا حابين ان شاء الله السلفية والسلام عليكم خوتي سلام عليكم انا بغا غادريني غسا بلي كوليس لي زالجيريا زيولي وكزوز زيو سلافيونيري ساعة بغي غادريني بلي كوليا ماشي العهده الخامسه فاش يتسلاذي نو كوني اون ايتي كونتر سو بوفوار مافيو اي اساسا دوفي 62 يا خوتي ما رانا نحوسوا على العهده الخامسه ما رانا نحوسوا
يروح بوتفليقه برك وجمعته. رانا نحوسوا تغيير النظام اللي جات معنا صدورنا منذ 1962، يعني منذ الاستقلال المزعوم. ما راناش مستقلين، ما راناش نحوسوا الاستقلال والحريه والديمقراطيه. الجزائر جزائر للجزائريين. الجزائر ما هي شرقيه ما هي غربيه، جزائر جزائريه وتبقى جزائريه. في الفجيرين في الفجيرين السلام عليكم. كل واحد منا راه هنا، واحد قبيلي واحد عربي واحد شاوي واحد تركي. لو بوت تاعنا كي رانا كاع كيف كيف وعاودنا ولينا خاوه لازم، ماشي كيما كانوا يهضروا ويخوفوا فينا بلي يحبوا يفرقونا ويقول لك لو كانت نوض الجزائر يتفرقوا العرب ويتفرقوا القبائل. امبوسيبل رانا نولوا كل ما نولوا خاوه نعم كونتر السيستم هذايا. فوالا هذا اللي يعني لو بوان اللي حبيت سياسه تفرقت اسد سياسه تاع فوالا هذا اللي راهم يديروا فيها سياسه تاع سلميه سلميه. هذا واش حبيت نقول انا واحد واحد جزائر حره ديمقراطيه Donc on est contre tout un système, tu es une personne, Boutiliqana, Noyahiana, une personne, tout un système, veille, c'est la fin, il n'arrive même pas à reproduire un candidat, donc c'est la fin, il faut qu'il dégage, mais une seule ingérée, la période de transition, c'est ingérée avec paix, avec conscience, et c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est contre une personne, c'est contre tout le système. لا تفاوض لا تمرير حتى نحقق التغيير. لا تفاوض لا تمرير حتى نحقق التغيير. 1, 2, 3 Viva l'Algérie is like 1, 2, 3 like long live Algeria, like trying to like preserve like our long country life, yeah. Yeah, long life, like cool. Letting the world what we're expressing ourselves for and explaining what was going on in Algeria, and that we expressing ourselves and telling the people that were in the government that ruling the country for over 20 years, actually since 1962, by guns and police and killing innocent people, and actually since 92 they killed over 250,000 people just to stay in power. And now we as Algerian expressing ourselves, and we need them to go now. Actually we are not negotiating To support our people in Algeria, our brother, our family, and we are here. The Algerian people want to change one for all the symbol of government, current government of Algeria, to live, and how they live in a peacefully way, and we want to build a new state of law, a new republic, democratic. Thank you so much. Well, one interesting thing that's going on in Algeria is that we are borrowing from the other tradition of non-violent protest, and in particular Dr. Martin Luther King from this country, and we just hope that all the people will pay attention to this fact. I just wanted to mention that I was about 4 or 5 years old during the Civil War, so I remember very faint instances of it.
my father and my uncle staying up on rooftops just to make sure we stayed alive because of everything going on. And so when we immigrated, I think it's just been full circle for me to be able to be a part of this, to stand in solidarity with my brothers and sisters all over the world, and especially in Algeria, to tell them to keep going, stay strong, we're here with you. I mean, I'm so emotional, I'm shaking because this is an amazing opportunity, not over just here in the United States, but to show everyone around the world that we can unite, we can stand together. And inshallah, vive l'Algérie. Yeah. If we're not in Algeria, it's not mean there that we don't like our country. And all of the world do that, like it's not just us, but all the world do that. And if we're not in Algeria, exactly in Algeria, it's not mean that we don't like our country. Thank you. Cool. Yeah, and sorry. We as immigrants outside the country, we want the world, other countries' government to hear our voice. And we're telling them, do not. يوكنا سنين يوثمت من إنجلند تمورت بليك ما شو حس الميلان أقلاغ ذا جيني يتسن أنا ما روحن 57 سقوة سنين ذا حكمن إلا قأذ جن أفريد إيل مزين إيل من دمي تمورت جيني أولش ذا شو ذا جن جن سار كلية إلا قدرن يوكو إني جن وثنسا جرى ذا رحن كنا كيجير إلا قأتو غال تمورت غير وراويس يعطيكم صحة كامل انتم اللي جيتوا لياكم معنا اليوم رانا اليوم واقفين هنا في كولومبس اوهايو باش نتضامنوا مع خوتنا اللي راهم في البلاد ونقولوا لهم باللي ما راهمش وحدهم الدائرة هذه تاعنا واش جابنا كامل هنا كامل كيما رانا وعلاش رانا هنايا باسكو رانا نحوسوا على ليبرتي جوستومون رانا نحوسوا على لا سيكوريتي باسكو ما كاش لا سيكوريتي في بلادنا اللي يهدر يدوه للحبس ولا يقتلوه انا جو سوي بروف فيفونت لو كان ماشي السيستيم هذايا لو كان انا كامل كيما رانا في الجزائر ما كاش اللي مات في الشر في البلاد ماشي الخبزه اللي جابتنا الماريكان رانا هنايا باش تتبدل ان شاء الله النظام هذا كاع يروح كيما قالوا في البلاد قلنا يتنحاو كاع يعطيكم الصحه ورانا معكم اليد في اليد ان شاء الله بارك الله فيكم كامل اللي قاع وقفوا معنا وتحيا الجزائر الى يوم الدين الله اكبر واللي راح نقولها برك نتموا في هذه المسيرة السلمية حتى يتنحى النظام كاع ويتنحوا كاع 1 2 3 We all want a good Algeria. We want to show everyone that we are brave and we want to tell them that we're strong enough to stand here, all of us, all Algerians against the government. Pour un seul objectif, c'est pour rendre l'Algérie à Kritjan 62, Qatar depuis 62, Kimnar, Fahmedna Daniwir. Alors, nous ne sommes pas ici pour soutenir nos frères et nos sœurs de l'Algérie, Qatar, nous sommes partis d'eux, nous connaissons, soit on va être vigilants. Chaque jour, chaque nuit, chaque week-end, Akin Stoufan, Akin Len Rachir. Alors, vous avez, le gouvernement, vous avez prolongé le mandat, nous prolongerons le combat. C'est tout. I'm so sorry for everything that's happened. Being a white American that I am, I'm so sorry. We heard it on the news.
My heart goes out to everybody, everybody here, everybody, everybody, everybody. We're not all ugly here. We're all here. We're all here in uniformity. We're all family. We're all family here. Thank you. Thank you. Thank you. المهم لو سيستم هذا يروح anyway يروح ان شاء الله عاجلا ماشي اجلا ان شاء الله ان شاء الله سيستم هذا والشعب الجزائري هو يقول ما نخلصوش لا تريسيتي لا ما لا غاز حتى ل 2040 تحيه الجزائر وموراها تحيه الجزائر تحيه الجزائر جينا باش نعبروا هون من كرومبوسو هايو باللي رانا مع خوتنا في الجزائر قلبا وقالبا صح احنا ماناش ساكنين في الجزائر لكن الجزائر ساكنه فينا وان شاء الله نواصل النضال السلمي هذا حتى تسقط العصابه هذه كامله وما نقبلوش بانصاف الحلول هذه تاع كاننا نفاوضوا فيهم على سكنه زيدوا عام ونقص عام وخرج ما تخرج احنا قلنا لكم بلي لازم اوت خلاص يعني الشعب كله رفضكم والرساله وصلت يعني كل العصابه لازم تروح ما رقابلي لا بدوي لا حتى واحد يعني كل نظام لازم يمشي كامل المهم خاوتنا نقولوا في الجزائر المهم الضغط الضغط لازم المشاريع ما كانش المنصيرات السلميه كل جمعه والجاليه راه في البر راه كل حد باذن الله رانا هنا في فرنسا في كندا في كولومبوس في كل ايفريوير رانا كل حد ان شاء الله حتى يسقط هذا العصابه كامل ان شاء الله وتحيا الجزائر يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبرال الجيري الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقهوش عشرة سنين تدمر عشرة والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرال يا بلادي بكا وكدموع ميساج قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر من ولاية تلمسان صحيح لادي هيا روح جماعة لازم تكونوا سلميين ديمقراطيين شعبيين وحاضرين الكلمة مع السيد رشيد نكاس هو اللي نوض الشعب الجزائري جماعة هو اللي نوضهم كاين السرقة في البلاد كاين الخيان جماعة لازم تتساعدوا مع بعض ما كان لا قبائل لا عربي لا تلمساني لا تركي لا كسمون زابي احنا كاع كيف كيف جماعه لازم تكونوا خاوه خاوه تتحدوا كوما ناس بكري ناس 62 هنا كي جماعه وقت المشاهدين كانوا متحدين الجبال وكاع جماعه ان شاء الله البلاد تسقم ان شاء الله ونكونوا ان شاء الله في القمه ان شاء الله كوما لي زوروبيان ولي زامريكا ان شاء الله وتحيه الجزائر السلام عليكم رانا هنا باش نددوا بواش راه يدير العصابه في الجزائر راهم يخترقوا في القانون ويعفسوا على القانون رانا ضد هذه حنا جمهوريه ما راناش مملكه قلنا لهم بدلوا لنا الشوفور راهم يبدلوا لنا في الريسيفور والله العظيم بدلوا لنا الشوفور الرئيس الرئيس لازم يخيروا الشعب ماشي انتوما تجيبوه واش خير الشعب رانا معاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جول فلان هنا كي بون لا سلمان هنا كي ميدوسا نكون هي الكومبانا ايفان
اني لي ديجا اني لي سوليدار دو ديك لانك مور دو ديك كران اسبيرون بيان كو الكورون ديك كران سورا الموفمون ديك كران ديك مور il ne sera pas récupéré par les opportunistes et les opportunistes qui ont normalement signé une fiche ou d'aller donc le courant et qu'on y espérons bien que le mouvement est de Karnaka à des crimes canaké guinée unis à des crimes pacifiques les Algériens à travers le monde ils sont tous solidaires du mouvement et on est pour tous les mouvements qui sont contre le pouvoir algérien. نهضرك وتهضر معاك في الفيتور من كنا تورا تهضر على شويه في الباسي هضر ليستوار الى قاسقي من كنا قلت زاد على صغار نرى ليستوار اسحان الى قانو غير ليستوار او نو على الميموار دو تو لي مارتير دو لا ديموكراسي سواك سوا سون تارواك دا 1980 غرا دي سيني نوار تو لي جورناليست لي سون 26 مور دو 2001 ذوي قال عزاز مي ان شاء الله حكا تساوي تاكني دينا ونك ما هنا فيك الداك يا تيدناوي باسيفيكمون ماشي سيدا مننا مي ما بغاني زمان ازليني زمان نكوني جوسكو بو لو بوفوار لو بوفوار كي ازيرو مي روح على الدنيا ازيرو فوران نكوني نكمل مي روح على فوران علي راك جوني سلطان ازيرو هزوت لو لك مرة ذاكية عطيكم صحة وكيد يمد نجمع مذاقيا صافي بليزير يعني كذا شو عادين صافي سي الكاتريام ويكاند لي زالجيريان لو بوبل الجيريان يفرق دينا دواليس ومازال يفرق دينا واليس وان شاء الله ماذا قلنا يبغى ربي شعب باقي ويتواك الاخرى باسكو دي زوبورتينيس نخدر ابراهيمي بدوي ويكين بغادني اللي ويكاد روحا وان شاء الله الجزائرات فنو في الصح وان شاء الله هذه كمل هذه كملوا منو ان شاء الله يعطيكم الصحه وغلا تسمرتين فغا كان انسيستير في وجه الحاجه خاطر الا قام قرات ليستوار نشوفوا مليح فاش ديك تعدين ما انظر ما مثلا ما انت صار في قراد هناك وي غنظري هذيك ثاني صافي انظر شي ثنيو اني غدا في يوم لي بوان اي كدير انا كيقلت انا اللي غادي يكمل بلوس لو بوان فابليس فغا لي طال الجيريان سي تمديد باش هذه يعيو الشعب هذا ربحنا اللي واقف سوال انت واش يمد سوال المفاوضات ظن ذا شي المعنى ظرف ان ذا شي قلال لنا كابيلي هون 2000 هذا شي غضران سنة سنة العاصمة ذا شي سنة غضران ذا شي غضران إذا كان قاتل السورة يشبو ونغلي فيها انت نغلي ديجا ما نسقطوش وين سقطو سقطنا ديجا ما لازمش الشعب يقبل في هذه الآونة أي واحد يأثر الموفمون يتفاوض باسكو لو كان تروحوا للمفاوضات يربحوا الوقت واش رانا في 2000 لا كابيلي الشعب كامل نار اكثر من شهرين ابري قالوا لنا راح نتفاوضوا رحنا تفاوضنا وراح على العروش من هذاك نهار ما عاودناش شفنا الشمس ما عاودناش نشوفوا حتى حاجه رقدونا قريب 20 سنه واحده اخرى شوفوا واش صرا في لي جون في فرنسا كي نافو باسكو زادوا لهم في ليسونس كلك سانس في ليسونس ناضو واحد الشهر كانوا بالالاف ابري عاودوا ولاو ليسونس كيما كان وثاني زادوا مطلب واحد اخر يروح نظام تاع ماكرون كامل وعيطوا لهم للمفاوضات راحوا يفاوضوا دوكا شوفوا شحال شحال من لي جيلي جون كاين ميم با 1000 1 2 3 1 2 3 لا تجيل يا تمديد ارحل يا سعيد
هذه فكار البارح ما ان شاء الله كتبوا اللي بعدا ربي وصيف لي جاي مازال تعيطون التليفون شادي كل شادي قال كل شيء الشيء ما يروح حد يقول ما يروح حد يقول ما دلواش ولا يديك روحنا كويت ان شاء الله نتعاود ان شاء الله ان شاء الله فكار البارح رحمة ان شاء الله زيد زيد ان شاء الله داينين تسارن داينين نبغى ان شاء الله ان شاء الله هاتايا هادي فكر ربي رحمه ان شاء الله هذا حال دار بيني جا ان شاء الله هاد السعاده تقلت في سويتك انت لا ان شاء الله ان شاء الله سي خير سي با لا في لا كنت اتقلق مي منون باسكو ما الا تنقل هنا قلت زي روح لي جان هاتاني وبني نكرا هاتايا ان شاء الله أريد تقول على الهول أريد تقول على إن شاء الله صح الجزائر تقول على زيكيس أدي لي الخيرة لي الخوات إلا قديت ما قال المفرسون يقروا قبيلي ضو عرابنا خيرا وشوي ضو قبيلي تما قيوت أما قديت ما تنكويت أمزيك النية أمزيك النية أسمي ذكر فرنسا أمديت شنطات الشغل أمديت شنطات الصغل صحيت فقع على خير ممكن البروبليم سير الكابيتاليزم مثلا أساقين يوم ولاش لن يرقزنا إيك ماريكان ميسولين ولاد وقي ساعنا كذا يوم أم بارتاج لما بروبليم C'est-à-dire le système intégré, il est en complicité avec notre système en Algérie. C'est-à-dire le départ de ce système capitaliste. Là, il y a le bonheur, il y a l'endrima, ou le boulder, il y a tout le monde. Le mouchkil, en tout cas, le mouchkil, il y a le bonheur, le mouchkil du matérialisme. Donc, il y a le dégage du système. France, il y a la 5e République. Le départ du système, là, le départ de Macron, il ne veut rien dire que les gilets jaunes, on partage les mêmes problèmes. Le socialisme, c'est l'espoir du monde. Aujourd'hui, l'État soviétique est en train de... Avec l'Algérie, il y a l'Algérie qui m'a attaché le truc. Donc le problème, c'est premièrement, c'est un problème économique. Non à la privatisation des banques. Nous, les haïmaïs de banque, à l'Andrima, au Bipali, Ertifa, à la mafia, au Kielce. Donc vive le socialisme, Jumaha. On doit arrêter de signer les chacun blancs pour les chacun blancs pour les gens. Le capitalisme, c'est le problème de l'humanité. C'est que l'environnement souffre de ce capitalisme. L'esclavagisme, la privatisation, c'est le problème du monde aujourd'hui. Après la langue de l'Ortimel, c'est après la suite de l'Ortimel. C'est le maire de nous. ان شاء الله ان شاء الله الحكومه غتديكونيكتي الشعب الشعب ديكونيكتي لا 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 شحانيه مثل بحار صفايقار تنازع
أدخلك أشي طوحة كانت فينا كشوية اسمي نرى الاستوار سنفز عني نون بليزير إن فيرتي أما اسمي نرى ركنيك الاستوار أكينين pour que quelqu'un passe par la Méditerranée, il faut payer pour l'Algérie. Et Bethora Faïs, il a qu'à la fierté de l'Algérie. Inch'Allah, il faut que tout le chiffre ensemble, 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 Inch'Allah, il faut que tout le chiffre ensemble, Inch'Allah, il faut que tout le chiffre ensemble, Inch'Allah, il faut que tout le chiffre ensemble, on souhaite un nourrir avec qui toujours silmi mais là il a 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 اللي حرقة اللي جاني قروحن جندي مولاي نسان موثن في مصر البحر تو سا سي اكوز دو سي اكوز دو سو غوفرنمون مافيو اسنيني غوني tired and sick of you guys. You need to leave. نعيد غوين الكل بوفوار غيني نغا كني قال لك نسقفايليت توفرس القبايل بلا كوزو تغلي ورا سكيف سنين قلع ذاكيا اون تكون في تماسي خامن قلع ذاكيا فيروين المات روحهم تجوث لي جان هذ عيشن اون بي تجوث لي جان هذ جوجان هذ خمن لا سيتياسيون هذا في ناخد هذ جوجان ان شاء الله هذ جوجان ان شاء الله هذ خمن لا سيتياسيون نعيد تفسوثين تبركاني ان شاء الله تفسوثين تيزك زويني ديت الدون تفسوثين يشبحن يربحن ان شاء الله جوج Je souhaite aux jeunes un avenir radieux, un avenir heureux, un avenir fleuri. Inch'Allah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.